السلام عليكم ورحمة الله. سأقوم في هذا الفيديو بشرح كيفية تنصيب لغة السي على النت بينز، وها هي قد قمت بتنصيبها كما ترى. إذا قمت بتشغيلها ستعمل بشكل جيد. للقيام بذلك نحتاج إلى عدة خطوات أساسية. الخطوة الأولى، نحتاج إلى إصدار النت بينز المتوافق مع لغة السي. للقيام بذلك نتوجه إلى صفحة النت بينز، التحميلات هنا، نت بينز داونلود. نقوم بتحميل هنا السي، إما 86 أو 64. بعد ذلك سننتقل إلى الصفحة التالية، وسيقوم المتصفح بعملية تحميل تلقائي. بعد أن تتم عملية التحميل، كل ما علينا فعله هو عملية تنصيب بسيطة. بعد ذلك سيكون علينا التوجه إلى صفحة الكومبايلر لتحميله. هذه هي صفحة الكومبايلر، سأقوم بترك الروابط أسفل الفيديو. هذا هو الكومبايلر cygwin.com. نقوم بتحميله، وبعد ذلك نتوجه إلى صفحة التحميلات ونقوم بعملية التشغيل. هذا هو كما ترى، نضيف فايتر أو نيكست 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 نيكست. سأقوم باختيار أول خيار ببساطة، نيكست. سيقوم الآن بعملية التنصيب. الآن يطلب مني الإضافات التي أحتاجها لتشغيل لغة السي، هي الإضافات التالية، هي موضحة هنا في صفحة النت بينز. الإضافة الأولى هي جي سي سي، سنكتبها كما هي. جي سي سي داش كور. أعطيه فل. هذه جي سي سي داش كور، هذه هي أول إضافة تحتاجها. أنا منصب عندي، لذلك أنا أحتاج إلى تنصيب مرة أخرى بما أن لغة السي منصب عندي. الإضافة الثانية هي جي بلس بلس. هذه هي جي سي بلس بلس. لمعرفة إذا كانت الإضافة هي نفسها، عليك قراءة الديسكريبشن. إذا كان الديسكريبشن نفسه فهذا يعني أن الإضافة هي المقصودة هنا. سي واي جي وين سي سي بلس بلس كومبايلر. هذه جي نيو كومبايلر كومبليكيشن سي بلس بلس. الإضافة الثالثة جي دي بي. هذه هي كما ترى، جي دي بي سي واي جي وين جينو دي بقر. هذه هي جي دي بي جي ان يو دي بقر. الإضافة الأخيرة التي تحتاجها هي ميك. أقوم بكتابة ميك هنا. هذه هي ميك جي نيو فيرجن اوتوريتي ميك اوتوريتي، وها هي كذلك هنا. الآن بعد ذلك نقوم بعملية متابعة. الآن يقوم بعملية تنصيب. قد تأخذ عملية تنصيب بعض الوقت، لذلك سأقوم بإيقاف الفيديو هنا والمتابعة لاحقا. لم تأخذ، انتهينا. الآن لن أقوم بعمل هذا ولا هذا. الآن أعطيه انتهينا. الآن بعد أن قمت بتنصيب الكومبايلر، سيكون علي نسخ مسار الكومبايلر إلى جهاز الكمبيوتر. لذلك سأقوم أولا بالتوجه إلى الكومبايلر الذي سيكون في العادة في قرص السي هنا سي وين، ثم سأقوم بنسخ هذا المسار كاملا، أعطيه نسخ، ثم أتوجه إلى جهاز الكمبيوتر، أعطيه بي سي، ثم أعطيه خصائص، ثم أعطيه المزيد من الإعدادات، ثم هنا أعطيه تغيير. الآن أتوجه إلى المسار، ثم أعطيه تعديل، ثم أضع نيو وألصق المسار هنا. قمت أنا بلصقه تو، لذلك لا داعي لذلك. ثم أعطيه أوكي. الآن يفترض أن تكون الإعدادات قد كملت لمشروع الأول. إذا قمت بطباعة هذه الجملة المفروض أنها ستظهر.
في حال لم تظهر هذه الجملة سيكون عليك إدخال إعدادات بشكل يدوي، والقيام بذلك قم بالذهاب إلى هنا خيارات ثم هنا سي سي بلس بلس، ثم عليك إدراج هذا المسار بنفسك لأنه قمت بذلك ولم تنجح معي حتى قمت بإدخالها يدويا. سيكون هذا المسار موجود، كل ما عليك فعله هو وضع هذا المسار هنا للسي كومبايلر gcc.exe، والماك والميك كوماند هو make.exe، والديبجر كوماند هو gdb.exe.